ونحن بدورنا نتمنى أنه هالحب يدوم بينهم للأبد. ولازم طبعا نبارك للدكتور حبيب شخصيا اللي صار معنا عبر سكايب. مساء الخير ورمضان كريم. يا حياكم الله ورمضان كريم عليكم وعلى مشاهديكم. ويعني احنا ولله الحمد مثل ما يعني تفضلتوا اليوم او المبارح تحديدا كملنا 10 سنين على هذا الزواج ورزقنا ولله الحمد بتوأم والحمد لله على كل حال. مبروك مبروك وإن شاء الله يا رب عقبال 100 سنة قدام. خليني أسألك سؤال الحين أو سؤالين. أول شيء خبرونا كيف احتفلتوا وقلنا إيش جبت هدية لهيفا وهي إجابت لك لا تقولوا لنا كورونا وما في هدايا. لازم كان في هدايا لازم لا والله أنا يعني هالأيام مشغول عندي والدتي في العناية المشددة الله يسلمكم فمشغول كثير والله من الصبح أطلع أكون معاها في العناية لغاية الفطور. لكن الحمد لله يعني أنا دائما بسيارتي في هدايا موجودة ينطمع فيك يا دكتور إذا سيارتك فيها هدايا. القطة هذه صبح معلمني إياها أن حط دائما عندك يعني ذخيرة للمستقبل وهي نفعت أصبح. والله حلوه الفكره هذه انا ما قلت لي عليها يا صبحي كويسه. طب دكتور حبيب كيف حياتكم تغيرت مع ولاده التوينز ويعني الله يخليكم اياهم ويحفظكم ليهم طبعا ومع انشغالك بالتمثيل والانتاج كيف يعني حتقسم وقتك معاهم؟ والله شوف يعني خلونا واقعيين يعني دائما الرجل هو غالبا يكون برا البيت لكن المشكلة مو في حياتي أنا أكيد يعني هذه تبعث نوع من السكينة في قلب الإنسان في قلب الرجل لما يلاقي عنده طفلين صغار والواحد يتمنى طفل وأنا ولله الحمد الله أنعم علينا بطفلين هذا أكيد له تأثير. لكن المشكلة أنه حياة هيفاء حسين انقلبت فوق تحت مثل ما نقول يعني أصبحت هيفاء بيتوتية وقاعدة في البيت وكل همها انه تكون مع الاطفال ولا تسمح لاحد ان يلمسهم او يشيلهم او كذا علشان هي تقدر تعمل كنترول يعني من الحين تعمل حساب بكره ما شاء الله عليها طبعا. اول شيء انا بدي اسلم عليك مرحبا اشتقت لك كثير واشتقت كمان لهيفا يعني انا بتذكر انه معقوله صاروا 10 سنين يا دكتور انا بتذكر انه من هالعشر سنين انا اول مره عملت معكم انترفيو انت وياها اعلنتوا عنا وقتها زواجكم. المهم لا تحكي انت ما كبرت يا صبحي انت مثل ما انت ما كبرت احنا اللي كبرنا. والله انت الشباب يا دكتور كمان شبك يعني الاولاد كمان بيشبشبوك. الله يسلمك دكتور. يعني انت وهيفا هاي السنه مشاركين بموسم الرمضاني من خلال مسلسل الشهد المر. يعني اول شيء مبروك على نجاح العمل. المسلسل من النوع التراثي فيه اجواء ملحميه. هاي النوع من الاعمال هي ملعبك كممثل او بتفضل الاعمال المودرن؟ لا طبعا اكيد هذه شوف كثير كتبوا صبحي في وسائل التواصل عن الاداء الكلاسيكي يعني في نصوص رصينة كلاسيكية تحتاج إلى هذا النوع من تواجد الفنان أو هذا النوع من الأداء. وإحنا لأنه تربية مسرحية فنميل لهذه النوعية من الأعمال. أنا عن نفسي لأني تدربت كثير على الأعمال خاصة باللغة العربية الكلاسيكية فلما ألاقي نص عميق مثل هذا وإحنا عارفين يعني الأخ إسماعيل عبد الله ككاتب كثير عميق فنيا وفكريا لذلك يعني هو لأنه يأخذ الجانب المسؤولية المجتمعية بشكل كبير. يعني لا ما ننسى أنه هو في يوم من الأيام كان مدير عام لإذاعة والتلفزيون في أبو ظبي وبالتالي هذه المسؤولية خليه حتى وهو يكتب سواء في المسرح أو في التلفزيون يكتب بعمق. هذا العمق إحنا محتاجينه. يعني إحنا تدري من السهل أنك تلاقي مسلسل تشارك فيه لكن مسلسل عميق مثل هذا ما أعتقد أن يتوفر في يعني دائما.
طيب دكتور خلينا نتكلم عن هذا العمق اللي موجود في المسلسل، نتكلم عن صراع السلطة اللي هو موجود، الخير والشر. الشر في هذا المسلسل يعني مختلف عن الشر اللي نشوفه، يعني كيف الإنسان ممكن أنه من أجل المال يوصل لهالمرحلة من المصايب يسويها حتى لو في أقرب الناس له. يعني خبرني ليش طرحتوا هذا النوع من التصرفات اللي أو الشر اللي شوية يميل أكثر إلى السوداوية؟ يعني أنتم عارفين كل الأعمال اليوم في النهاية في خير وفي شر، حتى لو كان مدر. يعني هو هذا الصراع، هو هذا الصراع اللي قائم تقوم عليه الدراما في النهاية، يعني حتى لو كان مدر. لكن هذا العمل على فكرة إحنا إلى الآن، أنا أقول لكم إحنا اليوم الحلقة 12 إن شاء الله، إلى الآن ما وصلنا إلى الشر اللي إحنا نقصده. الشر يعني هذا كله لسه تمهيد. واو، لسه تمهيد. يعني احنا لما نشوف العمق حتى في الشر، المبالغه في تقديم الشر لانه يصيب اقرب الناس لك، هذه هني الاشكاليه. احنا دائما نتكلم عن المغالاه او المبالغه سواء في الخير او الشر، صح؟ لكن اليوم احنا امام نص عميق جدا، وارجع واقول عميق فكريا، ويقدم لنا الشر في اقصى درجاته. يعني وانتم بتشوفون خلال الايام القليله القادمه ستتفاجئون بانه يعني لا يمكن بني ادم اسمه انسان ممكن يقوم بكل هذه الاعمال. واو، متحمسين. طب احنا عرفنا انه المسلسل كان له اسم ثاني، فايش كان وليش قررتوا انه تستقروا على الشهد المر؟ يعني اولا المسلسل كان اسمه العامله، والعامله هي القارب اللي يصيدون فيه نوع معين من الاسماك. فبالتالي شفنا ان الاسم فنيا ضعيف نوعا ما، واحنا مع ان احنا نبعد عن ان احنا يعني نسمي مسلسل كامل على وسيله معينه، احنا كنا نبغي نبين هذا العمق. لما يقول شهد مر او عسل مر، الكل يسال، يعني دائما يسالون كيف عسل مر؟ هذا احنا اي طبعا احنا عسلنا مر، شو نسوي هاي؟ طيب حبيب، يعني كيف لقيت هيفا بدور شمسة؟ يعني بتنحرج حقيقه لما بتكون هيفا مشاركه بعمل من بطولتك وانتاجك كمان؟ وشو بترد على الناس اللي بيقولوا انه هي مدلله على حساب النجوم الباقيين؟ لا لا ابدا والله، لو مدلله ما كانت تجي ثاني اسم. يعني احنا مثلا قدمنا الزميله الفنانه زهر عرفات كاول اسم في هذا. احنا الدلال دائما انتم تعرفون المنتجين، انا مثلا عامل الشركه اصلا شركه الانتاج علشان هيفا. طبعا اوكي. احسن من كذا؟ في احسن من كذا؟ والله يعني انا عامل هذا الشيء علشان هيفا. انا عارف انه ما تقتنع باي عمل، لكن هيفا ايضا بسيط في تكوينها وما عندها مشكله ولا تنتظر من زوجها اني اجاملها في العمل. هيفا ممثله من الطراز الرفيع طبعا، واحتاج إحساس يعني كثير عميق، صح؟ وشمسة أيضا يعني أدت الدور وهذا طبعا كل الفنانين. يعني إحنا أنا جايب وأنتم يمكن شايفين في رج، يعني في غنى في الصورة، وتلاقون في المشهد الواحد في 10-15 ممثل وممثلين يمكن الناس كثير ما تعرفهم، لكن في الإمارات إحنا هذول من خيرة الممثلين الموجودين في الإمارات، حتى في الأدوار الصغيرة واللي عندهم حلقتين وثلاثة. أيضاً أنا كنت مصر أني أجيب ممثلين لهم باع طويل في المجال علشان يعطون زخم للعمل. حلو. طيب دكتور حبيب، أنت كصاحب خبرة في الدراما الخليجية وكمنتج، كيف تنظر للدراما الخليجية في هالموسم؟ وفي عمل لفت انتباهك؟ نعم، يعني أنا متابع مسلسل أم هارون، متابع مسلسل محمد علي رود، وأنا مع هذا اللون من الأعمال، يعني مع أنه نقدم أعمال عميقة، أعمال يعني تثير التساؤل، ويعني مع اختلافنا مع كثير من الأعمال أكيد في وجهات نظر كثيرة، مثل ما أنا لي وجهة نظر في هذه الأعمال، أكيد أيضا الزملاء الآخرين لهم وجهة نظر في العمل اللي احنا مقدمينه. لكن في النهاية احنا مع العمل اللي هو نحس انه في يعني في جديه، يعني مو بعمل سطحي، عمل خفيف، لان انتم يمكن بعيدين شوي عن
عن احنا في مجال الدراما احيانا يكون واضح، يجي المنتج يقول عندي عمل خفيف ويجي منتج يقول انا عندي عمل ثقيل. يعني احنا نقيم تجربتنا بروحنا بدون ما يعني قبل لا يطلع الموضوع هذا للجمهور. وانا والله الحمد يعني انا قبل لا يطلع العمل للجمهور كان يجيني الفيدباك من اللي يعمل الكالرينج، اللي يعمل الموسيقى، اللي يعمل يعني عارف المشتغلين في العمل، اجاني الفيدباك منهم وطمنت على العمل قبل لا يطلع على شاشات التلفزه. فبالتالي هذا اللي احنا نبغيه، نبغي يكون تكون اعمالنا جاده، اعمالنا عميقه. احنا اليوم امام مشكله انسانيه كبيره، والمفروض ان احنا اليوم ما نتعامل في حياتنا اليوميه كما كنا قبل اشهر. اليوم احنا يجب ان نكون يعني مدركين لخطوره على الاقل المستقبل، فلازم نقدم شيء يقدم شيء للبشريه لافراد المجتمع علشان نكون واعيين. الوعي مهم اليوم بالنسبه لي. نعم. طيب دكتور انا في شيء كثير مهم بدي اسالك اياه، يعني الانستغرام اللي انا عامل لك فولو طبعا انستغرام، انت من امتع الصفحات اللي بحب اتابعها، فيديوهاتك ما عدا المفيده يعني اللي بنشوفها، يعني في فيديوهات كوميديه ما معقول قديش بتضحك، من وين بتجيبهم اول شيء؟ يعني منين بتجيب هذول الفيديوهات حقيقه؟ شوف صبحي دائما بسال هذا السؤال. انا ولله الحمد يعني احترم كل من يبعث لي شيء وافتحه واقراه وايضا ارد عليه، يعني في احيانا انا ابعث لي ناس اصدقاء بعض الفيديوهات ما يفتحونها. انا احترم الانسان اللي يتواصل معي، وبالتالي هي كلها يعني حصاد او حصيله الفيديوهات اللي تجيني من الزملاء. تنشرها يعني عن جد، وصايره صفحتك عن جد رائعه. بس انا بعرفك على الصعيد الشخصي قديش انت عن جد بتمزح وبتضحك بالحياه، طيب يعني ليش ما عم تشتغل كوميدي؟ لا انا اشتغلت كوميدي، يعني اشتغلنا كوميدي كثير، لكن كوميديا موقف. يعني انا مش مع الكوميديا اللي هي ما تقدم شيء. وانا قبل شوي اتكلم انا يعني في هذا العمر، وانا يعني لا تسألنا 32 سنه في وزاره الثقافه، كل يوم اتكلم ثقافه لمده 32 سنه، وعامل دكتوراه وادرس في بعض المعاهد. يعني المفروض ان يكون في على الاقل الطرح مختلف شويه عن انك تقدم شيء خفيف للجمهور عشان يضحك وينسى بكره. يعني هذا مش اللون اللي انا معه، انا مع العمق في حتى في الكوميديا، حتى في الاعمال الخفيفه لازم يكون في عمق في الفكره علشان الناس يعني تستفاد. طبعا اكيد نحن عن جد كثير انبسطنا انك معنا اليوم، شكرا لك، نتمنى لك دوام النجاح والف الف مبروك، الحب بحياتك انت وهيفا. باي باي، ان شاء الله نشوفك قريبا. مشكورين، شكرا، باي.